تعالوا نفتكر مع بعض كده، تعالوا نفتكر القصص ونشوف. طب فاكرين قصة بسمة اللي عنوانها كان ليه كده يا بابا؟ وقالت بسمة في رسالتها: لما روح بابا تطلع هقول له مش مسامحاك. وإنها لما بتتكلم عنه في أي مناسبة بتقول فتحي، لأنها مش قادرة تنطق كلمة بابا على لسانها. من بعد ما توفت والدتها كانت في حضنها وهي عندها 15 سنة، لقيت نفسها مسؤولة عن تربية إخواتها، ورغم كده قرر أبوها إن هو يتجوز بعد الوفاة بست شهور بالظبط. الست اللي اتجوزها كانت مين يا جماعة؟ كانت صاحبة مامتها. وقالت بسمة إن والدتها توفت بسبب حقنة غلط باباها هو اللي اداها لها، ورغم كده لما كانت بتأثر في المذاكرة كان بيفضل يقول لها: أنتي اللي موتي أمك. وبعد الحلقة بسمة بعتت لنا رسالة صوتية أو فويس نوت، تعالوا نسمعها نشوف هي قالت لنا إيه. لازم تعرفوا كل حاجة. كنت متابعها على الانستجرام، وبعدين لقيتها منزلة فيديو بتقول انها تعمل برنامج اسمه قصة حقيقية، وان احنا نبعت القصص بتاعتنا، المهم انها تكون قصة حقيقية. وفعلا بعت القصة بتاعتي على سبيل التشجيع، ما كنتش اعرف ان هيبقى فيه خبراء نفسيين او اي حاجة من دي. مبسوطة جدا بالبرنامج وبالفكرة بتاعته. دكتورة امل محسن كانت معايا خطوة خطوة من ساعة اذاعة الحلقة بتاعتي، اخدت رقمها وفضلنا نتكلم، والحمد لله يعني بدأت تحط ايديها على نقاط مهمة بالنسبة لي يعني، وحاجات بكتشفها ما كنتش اعرفها. بصراحة بتدعمني جدا ومبسوطة بيها جدا جدا، والحقيقة دي كانت حاجة جبرت خاطري ما كنتش متوقعها ابدا. حابة أوجه شكر كبير جدا لسالي ولكل معدين الكتابة والتصوير، كل حد بجد قايم على البرنامج ده أنا بشكره من كل قلبي. طبعا شكر كبير جدا للدكتور أمل محسن حبيبتي. الحقيقة أنا اتحسنت جدا بعد الدكتورة أمل محسن ما كلمتني، هدت لي تفكيري ونظمته أكتر من الأول بكتير جدا، وده حاجة أنا حاسة بيها. بعتت لي كتاب أقرأه علشان يساعدني أكتر أفهم نفسي وأفهم تفكيري عامل إزاي. بجد مبسوطة جدا. بمناسبة الكلام عن قصة بسمة ومعاناتها مع باباها، حابة أقول إننا بكل أسف استقبلنا هنا قصص كتير صعبة جدا اتسبب فيها الأب في افتعال الأزمات والمشاكل في حياة بناته، ولعب دور الشرير زي قصة فاطمة البنت اللي باباها سابها هي ووالدتها من وقت ما كان عمرها سنة واحدة بس لحد ما وصل عمرها 21 سنة، ما شافتوش فيهم ولا مرة، لدرجة إنها قالت لنا لو شافته مش هتعرفه. بدل ما تكره باباها بس بقت تكره كل الرجالة. تيجوا نسمع فاطمة بعتت لنا تقول لنا إيه بعد ما زعنا قصتها. طبعا أثرت فيا بالإيجاب، يعني لدرجة إن أنا أمنت وصدقت وحبيت، وحاليا مخطوبة. شو أثرت عليا إزاي؟ أنا كنت يعني إيه بمثابة معقدة من كلمة راجل، أي راجل بالنسبة لي، ما كانش عندي أمان لأي حد. أمنت وصدقت وحبيت واتخطبت الحمد لله. تاني حاجة أثرت عليا بالإيجاب جدا برضو إن أنا نسيت كل اللي فات، وحاليا وبقف على رجلي، ويعني قريب جدا 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 أكون صاحبة أتليه وأكون ملكة أتليه ليا وباسمي. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انه ما بيرضوش ان هم يسمعوني الفويس نوتس دي غير على الهوا عشان يعملوا فيها كده، غير واحنا بنسجل. اي نعم انتوا رزق وبحبكم واحد واحد، بس انتوا اشرار. في يوم الثلاث 25 مايو كنا عرضنا حلقه بعنوان معايا 3 ولاد، كل ولد من اب مختلف، وحكت فيها البطله ولاء قصه غريبه ولا في الافلام، وازاي دلوقتي بقت عايشه ب3 ولاد كل واحد فيهم من اب مختلف، ما بين اللي طلق واللي مات واللي خلعته. بعد الحلقة بعتت لنا ولاء وقالت في عرض، يعني قالت في سكرين، احنا هنجيب لكم زي سكرين شوت، قالت بتقول ايه بقى يا جماعة؟ بتقول لكم بصراحة، هي بتقول لنا كلنا وبتقول لكم اكيد انتوا كمان، لان انتوا كمان ليكوا دور معانا. انا مش بعتبر ان انا اللي بمثل البرنامج قد ما انتوا تعبتوا معانا حتى كمشاهدين، وطبعا الناس اللي في الكنترول دي كلها على راسي، دول تعبوا اكتر مني. قالت لنا بصراحة الله يبارك لكم ويجازيكم خير يا رب، انتوا فعلا ناس حقيقيين.
تخيلوا بقى انتوا حد بيقولكوا كده وانتوا زي ما بيقولوا بتعملوا خير وبترموه في البحر. يعني انا عملت الخير والله نسيته، والله ما افتكرته غير النهار، يعني لما سمعت ان هم بيشكرونا كده ده كتير علينا. وكمان عرضنا يوم الاحد 6 يونيو حلقة بعنوان انا بكره اختي بسبب بابا وماما، وحكت فيها البطلة رانيا عن معاناتها مع اهلها اللي كانوا بيفرقوا في المعاملة بينها وبين اختها الصغيرة في الهدوم واللعب وجهاز العروسة، لحد ما بقت بتكره أختها. حاولنا ننصحها ونساعدها من خلال ضيفتنا، كانت معانا إكرام خليل استشاري العلاقات الأسرية. وبعد الحلقة بعتت لنا رانيا وقالت إيه بقى؟ شوفوا معانا. ألف ألف شكر بجد على اهتمامكم، كنت غير متوقعة إنكم فعلا ممكن تتكلموا في قصتي، خففتوا عني والله، شكرا يا أجمل برنامج. وكمان عرضنا يوم الاثنين 14 يونيو حلقة بعنوان بعت الذهب والبيت عشانه فاتجوز عليا تلاتة، وحكت فيها مدام رحمة عن معاناتها مع جوزها اللي بدأت معاه حياتهم من وهي صغيرة، بدأت من الصفر معاه وازاي وقفت جنبه وخرجته من السجن، باعت ذهبها عشان يشتري خشب ويشتغل في المقاولات، وأول ما ربنا كرمه بنى عمارتين. نسي بقى انها كانت صغيره وكانت بتساعده وعملت كل حاجه عشانه، لا اتجوز عليها ثلاثه. ما بقاش يصرف عليها وعلى اولادها الاربعه، وحاولنا ننصحها ونساعدها من خلال ضيفتنا كانت ساعتها دكتور هند البنا استشاري الصحه النفسيه. وبعد الحلقه مدام رحمه بعتت لنا وقالت لنا ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. وانا استفدت من الحلقه جدا، وانا فكرت اني اعمل مشروع صغير اعيش منه انا واولادي. شوفوا خليناها تفكر ازاي، فكرنا معاها حسسناها ان ليها ظهر. احلى حاجه في الدنيا انك تحس بالامان ان يكون ليك ظهر. ومن ضمن القصص اللي مش ممكن ننساها رساله رنا اللي بعتت تقول لنا فيها حكايتها ايه. دي كانت صادمه بالنسبه لنا، كانت ممكن تكون من اكتر القصص اللي خلتنا نقف شويه. مرات اخويا بتحب خطيبها الاولاني، وقالت في رسالتها كلام صعب قوي، زي ان مرات اخوها مثلا سمت ابنها على اسم خطيبها الاولاني. وبعد الحلقه بعتت لنا وقالت اولا انا عايزه اشكرك يا سالي على اهتمامك بالقصه، انت وفريق العمل على راسنا، وعايزه اقول لك ان والله العظيم كنت صادقه في كل كلمه قلتها، وربنا وحده شاهد على كل كلمه قلتها لك. وعايزه اشكر دكتور محمد هاني اللي حلل شخصيه مرات اخويا كانه كان يعرفها. اسمعوا دي بقى، وانا في حاجات كتير ما رضيتش اذكرها عشان ما ينفعش اقولها، وفي النهايه يا سالي انا عايزه اشكرك. وانا بعت القصه لسببين، اولا عشان الناس تتعلم ومحدش يعيش نفس الوجع بتاع اخويا، لاني والله ما نفسي حد يشوفه ابدا الوجع ده. والسبب التاني اني ممكن الاقي منكم نصيحه تحل لنا المشكله دي، بس انتم اديتوني حاجه اكبر من كده، وهي امل في الله، وان كل حاجه بتخلص، وان الظلم ليه نهايه، وربنا يا سالي يجعل كل ده في ميزان حسناتك. وانت بجد والله كلامك غير من حاله الحزن اللي امي وابويا كانوا فيها، وكلامك انت والدكتور كان بمثابه دعم نفسي كبير ليهم. شوفوا لما نغير حياة ناس ونديهم أمل. دي كانت عينة سريعة من ردود أفعال بعض الأبطال في قصة حقيقية، ولسه معانا كلام تاني من أبطال قصص تانية هيكلمونا بنفسهم، هتسمعوهم وهيكلمنا عنهم ضيوفهم اللي تابعوهم. أنا والله لسه معرفش هيقولولنا إيه وما كلمتهمش، فهسمع زيكم وبحب أتفاجئ زيكم.